أن تدرك. أنا بعتقد حماس بعد هي طبعا حققت شغلة كتير كبيرة، نعم، ولكن ما فيها تستمر عسكريا بعد انتهاء عملية طوفان الأقصى. كيف هي؟ يعني إذا خلصنا وصار في طلعوا كل الرهائن ووقفت الحرب وصار في حكي بحل الدولتين وكيف بده ينعمل مفاوضات وغيره، بدك تنهي الحرب على غزة، بدك تقبلي كحماس انه الجناح العسكري ما عاد موجود. هلا طبعا بضل في ناس، هيدا بيصير هلا ولا بيصير من بعد ما يمشي مسار حل الدولتين؟ اذا كان هيدا الحل اللي بده يمشي، ما حدا بيسلم سلاحه. لا الامريكاني، لا انا ما عامل لك يسلم سلاحه، بس لا الامريكاني ولا الاسرائيلي بيقبل. لما لتخلص، يعني لما بتخلص قصة غزة وبيطلعوا الأسرى وبيبلش الحكي الفعلي إنه خلصنا وراح نبلش في مسار صار سلمي بدنا ننتهجه، الأمريكاني ماشي فيه، الإيراني ماشي فيه، العرب كلهم ماشيين فيه، إسرائيل ماشيين فيه، ساعتها ما بيعود في لزوم، مش برأيي أنا أوكي. حتى برأي حلفاء حماس ما بيعود في لزوم. شو بيصير مصير حماس؟ بتصير سياسي؟ يعني بتصير فريق سياسي او حزب سياسي موجود على الفرق بين الشيء اللي عم تطلبه اسرائيل والشيء يلي انا بيقبلوا فيه حماس او على الاقل حلفاء حماس من العرب والمسلمين، هو انه الجناح العسكري لا يعود موجودا رسميا، لانه الناس بتعرفي بيضلوا اللي قاتلوا مدربين وعندهم كل شيء. اذا وافقت اسرائيل على هذا الامر بيصير في حزب سياسي اذا بدك أوكي. او حركه سياسيه اسمها حماس، بتضب المقاتلين السابقين والجماهير اللي هي مع حماس واللي عم تزيد. الاسرائيلي حتى الان يرفض ذلك، ولكن هذا الامر مش بايده. يعني اذا بدنا نوصل لمرحله فيها حل او بدايه انهاء الحرب وزيول الحرب وبدء بالحل بالكلام، لانه انا ما عدت متاكد انه الكلام ما بيبقى كلام. هيدا اللي بدي اقوله، يعني هذا الشيء، هذا الشرح الرائع يلي عملته كله التاريخي، حتى راوند اب تاريخي يلي وصلنا لهون. المرحله المقبله كيف تراها استاذ سركيس؟ ترى فيها وضع قطار على سكه الحل السليم يلي بيوصلنا على حل الدولتين او الدوله الواحده، او يلي هو دولتين، اكيد دوله واحده صعب كثير الموضوع، او يبقى الوضع كما هو عليه؟ وين رايح الامور؟ ليك انا هون بدي اكون صريح. يلا. يمكن المسيحيين بيزعلوا مني، او يمكن السنه يزعلوا مني، او يمكن الدول العربيه تزعل مني، انا لا هممني مين بيزعل، ولا هم، انا عندي ضميري بكون مرتاح. تفضل. انا ما بقبل حدا يشكك بعروبتي ولا بلبنانيتي ولا بوطنيتي، انا بحكي الامور مثل ما هي ومثل ما انا بشوف. هاي مش الدول العربيه هي التي تستطيع أن تفرض أو أن تكون القوة الفعلية الأكثر تأثيرا على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة وعلى المجتمع العربي الدول العربية من أجل بدء مسار فعلي لحل الدولتين. الدولة الوحيدة القادرة على ذلك، بالأول كانوا يظنوا العالم في دولتين، هن تركيا وإيران. أنا برأيي المتواضع تركيا لها دور محفوظ لاحقا، أما الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تدفع بما لها من قوة ذاتية وبما لها من رهبة في المنطقة وبما لها من رغبة أمريكية في التصالح مع إيران وفي التوصل مع إيران إلى نظام إقليمي جديد تكون فيه إيران صاحب الدور أساسي بهذه المنطقة مماثل لدور إسرائيل. وصلنا لبيت القصيد يلي هو الشيء اللي حكينا فيه عن كيف سيكون شكل المنطقة من بعد غزة، وكيف سيكون شكل الشرق الأوسط الجديد الذي أرادوه في السابق ولم يحصلوا عليه بال2006، وجربوا هلأ مع غزة ولم يحصلوا عليه، فمضطرين يروحوا على الشكل الثالث يلي هو التفاوض ويلي هو الاعتراف بالأخر. أي منطقة وأي شكل جديد وترسيم جديد للمنطقة سيكون في المرحلة المقبلة؟ وعم بتقول تكون قائدته إيران، لأنه إيران هي الدولة الوحيدة في المنطقة
ما بقى فينا نقول العربية، لأنه صارت هذه القضية هي قضية دولية إنسانية عامة عالمية، ولكن عمليا هي قضية عربية إسلامية. و بين مزدوجين، المؤسف للبنانيين والعرب أنه الذي نام لأسباب متنوعة، مش عم خون حدا أو عم لوم حدا، الاقتصاد والخوف وغيره، الذي نام من العرب عن هذه القضية الحيوية المهمة اللي صار عمرها 70-80 سنة ما بيقدر يوعى ويلحق حاله إخر إسرائيل يعني. إيران لم تنم، إسرائيل كانت عم تواجه حصار أمريكي، كانت عم تواصل يعني أول شيء هي وقفت بوجه أمريكا وروسيا، الشيطان اثنينهم شيطان أكبر. إيران عندها مشروع له علاقة بالشرق الأوسط ودورها في الشرق الأوسط، يمكن أنا ما بيعجبني، ولكن هي تعمل له وتخطط له، واستخدمت من أجل تحقيقه القضية الأكبر يلي بتهم المسلمين والعرب واللي هي قضية فلسطين. وأول تأثير ناجح للدور الإيراني في هذا الموضوع العربي المهم كان في لبنان، إذ منذ 82-83 عندما بدأ تأسيس حزب الله كانت إيران جزء من هذا التأسيس. ما بدي شيل الفضل بس كله لإيران، لأنه في ناس كانوا عم يتعاطوا اللبنانيين بالموضوع، وبالتالي حققت الإنجاز بواسطة هؤلاء اللبنانيين سنة 2000. هذا الإنجاز ما أعطى مفعوله عند الدول العربية وعند المسلمين السنة، لأنه إيران شيعية، ولأنه صار في خوف عند الدول العربية السنية اللي كلها سنية، المد الفارسي، المد مش بس يعني صار في خوف عربي قومي أنه في مد فارسي على العرب، وأن إيران بدها ترجع تعيد إحياء الإمبراطورية الفارسية، علما أنه الدول العربية ولا مرة مشيوا بقصة القومية العربية كقومية، يعني داش عارضوه لعبد الناصر، علما أنه ما كان عنده نهج عملي صالح للتطبيق. فبالتالي صار في خوف على الذات من إيران، مش بس له علاقة بالسني وبالشيعي، له علاقة بالخوف، السعودي خايف، الخليجي خايف، حتى مصر لما محمد مرسي الإخوان المسلمين انتخبوه الله يرحمه انتخبوه رئيسا لمصر، بيروح محمود أحمد نجاد بيزور مصر، وبيرجع محمد مرسي بعتقد بيزور طهران، أو إذا ذاكرتي مضبوطة بهذا الموضوع. رغم ذلك ورغم سيدنا الحسين في مصر وعدم وجود القصة المذهبية في مصر، بقي الخوف المصري من إيران، وبالتالي بقيت كل هاي الدول العربية خائفة من إيران. إيران استمرت، صار لها تأثير الأكبر في لبنان، لدرجة أنه صارت هي تعبر عنه أو مباشرة أو عبر حلفائها. وبسبب كل هذه الأمور طبعا في عوامل تانية ما لها علاقة فيها إيران، لها علاقة أساسات تركيب الدولة اللبنانية يلي كانت كلها غلط بغلط. فبالتالي ما عاد في بلبنان عمليا وفعليا إلا إيران ومن يؤيد إيران. وبتروحي على سوريا، يعني طبعا